قتلى وجرحى في قصف للنظام على معرة النعمان. طائرات التحالف تقتل مدنيين في دير الزور. النظام يمهل المنشقين في درعا 10 أيام لتسليم أنفسهم. أهلا بكم مشاهدينا في تفاصيل أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. قتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال وجرح العشرات بقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. نحن الآن في ريف إدلب الجنوبي وتحديدا في مدينة معرة النعمان. شهدت هذه المدينة اليوم قصفا صاروخيا ومدفعيا من قبل القاعدة الروسية ومن قبل قوات النظام المتواجدة في بلدة أبو دالي. كما نشاهد هنا أحد الصواريخ الذي سقط في أحد الأسواق ويدعى سوق البزر داخل مدينة معرة النعمان. طبعا تسبب هذا الصاروخ بوقوع ضحايا في صفوف المدنيين ودمار كبير في هذا السوق وفي الممتلكات ممتلكات المدنيين. كما نشاهد آثار الدماء والدمار والخراب الذي خلفه هذا الصاروخ الذي سقط هنا في أحد الأسواق. هناك أيضا عدة نقاط وبلدات في ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي تعرضت أيضا لقصفا مدفعيا وصاروخيا. مدينة كفرنبل كان هناك قصفا مدفعيا في الأمس وكان هناك جرحى في صفوف المدنيين. بلدة اللطامني وأكفرزيتا وعدد من القرى أيضا تعرضت لقصف مدفعي مماثل. إبراهيم السويد، قناة حلب اليوم، ريف إدلب. أشهر عدة مرت على مدينة معرة النعمان جنوب أدلب كانت هادئة، وفجأة على حين غرة تساقطت قذائف وصواريخ نظام الأسد عليها في يوم دام لم تعهده المدينة منذ توقيع اتفاق سوتشي. قصف مكثف أوقع عشرات الضحايا. صارت رميات متكررة وصار حالة هلع بين الناس والعالم فزعت ونزل صاروخ قريب على محلنا هنا واستشهدت مرة بالشارع عنا. مدينة معرة النعمان جنوب أدلب فقدت 11 شخصا من أبنائها بينهم نساء وأطفال، إضافة لعشرات الجرحى بقصف لقوات النظام عليها بعشرات الصواريخ. كانت أغلب الإصابات إصابات خطرة، وكانوا أكثر أغلب الشهداء إصابات أشلاء تقريبا. أدى القصف إلى دمار في البنى التحتية. على الفور توجهت عناصر الدفاع المدني وأسعفت الإصابات. لم تكتفي قوات النظام بقصف مدينة المعرة، بل طالت قذائفها الصاروخية والمدفعية ناحية التمانعة وقرية سكيك وخان شيخون بريف إدلب واللطامنة وكفر زيتا بريف حما الشمالي، في تصعيد مستمر لقوات النظام وغياب لأي تحرك من النقاط التركية بحسب ما يقوله الأهالي. دعين بالله يا طيب. ناشطون تداولوا على مواقع التواصل تسجيلا مصورا قالوا إنه لعناصر من هيئة تحرير الشام استهدفوا مواقع قوات النظام في قرية عطشان شمال شرق حماة بصواريخ الفيل ردا على قصف مناطق سكنية بريفي حماة وأدلب. ومعنا من ريف إدلب مراسل حلب اليوم محمد دغيم. أهلا بك محمد. بداية لو تضعنا في تفاصيل استهداف مدينة معرة النعمان. نعم، البارحة تم استهداف مدينة معرة النعمان من قبل قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بأكثر من 15 صاروخا مع قذائف مدفعية استهدفت وسط المدينة. نعم. توزعت هذه القذائف على عدة أحياء داخل المدينة. أدى هذا القصف إلى استشهاد 12 شخص حتى الآن وجرح أكثر من 30 شخص آخرين. أيضا هذا القصف تسبب دمار كبير في ممتلكات المدنيين كما حصل في سوق البزر والذي كان يكتظ بالسكان. نعم محمد، يعني المشافي هل استوعبت المشافي الجرحى الذين استهدفهم القصف؟ نعم، تم توزيع المصابين على عدة مشافي في ريف إدلب. أيضا تم إسعاف البعض الآخر إلى مشافي الحدود السورية التركية. مدينة معرة النعمان، قبل قليل كنت سأذكر أن مدينة معرة النعمان تكتظ بالسكان والمهجرين إليها، حيث يبلغ عدد سكان هذه المدينة في هذه الأوقات أكثر من 150 ألف نسمة. هذا الاستهداف يعني محمد عند هذا العدد 150 ألف نسمة، هل شهدت المدينة أي حالات نزوح بعد تعرضها للقصف؟
أماكن التي استهدفت وسقطت فيها بالقرب منها القذائف الصاروخية، نعم حصلت عمليات نزوح للسكان من هذه الأحياء إلى أحياء أخرى، لكن النزوح والكم الكبير من نزوح السكان من مناطق ريف إدلب الجنوبي إلى مدينة معرة النعمان منعهم من النزوح إلى أماكن أخرى، حيث أن مناطق كثيرة تستهدف من قبل قوات النظام في الفترة الأخيرة في ريف إدلب الجنوبي والجنوب نعم. الشرقي. ما هي آخر الاستهدافات التي يعني شهدها الريف الجنوبي لإدلب والشمالي لحماة؟ نعم، اليوم يعتبر هذا اليوم أقل دموية عن الأيام عن يوم أمس، حيث تم استهداف الطرف الشرقي لمدينة خان شيخون وأيضا تل الصخر مع بعض المناطق في ريف حماة الشمالي بقذائف المدفعية والصاروخية. الخروقات اليوم أقل من الأيام السابقة، لا نعلم هل ستكون خروقات في هذه الساعات القادمة أم لا. نعم، يعني هل هناك أي تحركات فعلية لفصائل الثوار أو كتائب الجيش الحر يعني في محاولة صد هذه الخروقات؟ الحقيقة دائما نرى بعض ردات الفعل من قبل الفصائل، إن كان هيئة تحرير الشام أو جيش العزة، هي رد خجول مقارنة بحجم الخروقات التي تقوم بها قوات النظام. فقد شاهدنا يوم أمس أن هيئة تحرير الشام استهدفت تمركز قوات النظام بقذائف الفيل أو صواريخ الفيل في شمال حماة. هذه الردات لا تتساوى مع حجم الخروقات التي تقوم بها قوات النظام من مناطق مختلفة، من بداية من ريف حماة الشمالي وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي والريف إدلب الشرقي. شكرا لك، كنت معنا من ريف إدلب مراسل حلب اليوم محمد دغيم. قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف قتلت 8 مدنيين من عائلة واحدة في قصف استهدف منازل المدنيين في بلدة الباغوس تحتاني بريف دير الزور الشرقي. سماء دير الزور تعج بمختلف أنواع الطائرات الحربية والقاذفات هدفها تنظيم الدولة في جيبه الأخير، وفي أغلب الأحيان تخطئ الهدف لتصيب المدنيين. قرية الباغوز الفوقاني بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة استهدفتها طائرات التحالف الدولي بغارات أودت ب8 مدنيين وأصابت العشرات. شبكة دير الزور 24 أكدت أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بسبب العدد الكبير للمصابين جراء القصف وعدم وجود المستشفيات أو المستوصفات اللازمة لتقديم الإسعافات المناسبة للمصابين. وفي ظل القصف الجوي تتواصل المعارك الدائرة على الأرض، التنظيم انحسر في بضع كيلومترات قليلة بعد أن تمكنت قسد من انتزاع السيطرة على أجزاء كبيرة من قرية المراشدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. ومع استمرار المعارك توقع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان أن يخسر تنظيم الدولة آخر معاقله في دير الزور بأقل من أسبوعين، لافتا إلى أن القوات المدعومة من واشنطن في سوريا تعتزم استعادة المواقع الأخيرة التي لا يزال التنظيم يتحصن فيها. معارك تلقي بظلالها على المدنيين الذين لا يملكون من أمرهم شيئا سوى محاولات يائسة بالفرار من مناطق سيطرة التنظيم والقصف عليها إلى مناطق سيطرة قسد وانتهاكاتها بحقهم. قالت وكالة رويترز أن فرنسا تستعد لاستعادة نحو 130 من الفرنسيين المحتجزين لدى قسد في خطوة جديدة لمحاكمتهم. وأفادت الوكالة بأن العناصر الفرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة في سوريا، مضيفة بأنه سيتم محاكمتهم في المحاكم الفرنسية في خطوة وصفتها بالسابقة من نوعها. نشرت شبكة فرات بوست تسجيلا مصورا يظهر أطفالا مجندين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وأظهر التسجيل الطفلة ياسمين خليل البالغة من العمر 13 عاما من مواليد مدينة القامشلي والتي تم خطفها من قبل قسد وتجنيدها، إضافة إلى 2 من أشقائها اللذان تم سوقهما إلى معسكرات بيدي في ريف الحسكة.
نفت قوات سوريا الديمقراطية طلب لقاء زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت بعد قرار الانسحاب الأمريكي. وقال المتحدث باسم قسد كينو كبر إيل إن قوات سوريا الديمقراطية تنفي قيام ممثليها السياسيين بإرسال وفد للقاء مع ميليشيا حزب الله للوساطة مع حكومة نظام الأسد. جاء ذلك عقب تصريح حسن نصر الله بأن ممثلين عن قسد طلبوا لقاءه في بيروت بعد تخلي الولايات المتحدة عنهم، مضيفا أن ممثلي قسد توجهوا إلى روسيا والعراق لطلب الوساطة مع النظام بحسب وصفه. أفادت شبكة فرات بوست بأن مجهولين اغتالوا الشيخ علي حمد الحومد في ريف الحسكة الجنوبي. وقالت الشبكة أن المجموعة يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة اغتالت الحومد في بلدة رويشت جنوب المدينة في ظروف غامضة، مضيفة بأن الحومد هو أحد أعضاء المجلس المحلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشدادي بريف الحسكة. بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأوضاع المتعلقة بالانسحاب الأمريكي والمنطقة الآمنة شرقية سوريا. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر رئاسية أن الطرفين تباحثا في اتصال هاتفي حول تفاصيل المواضيع التي ناقشها الرئيسان دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، وأبرزها المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا. اعتبرت فرنسا إعادة العلاقات مع نظام الأسد خطوة غير مسؤولة، وقالت إن موقفها من ذلك يتطابق مع الموقف المصري. جهود الروس لإعادة تأهيل النظام يبدو أنها توجه عوائق جديدة، فبعد تأكيد بريطانيا عدم رغبتها بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد وإلغاء زيارة تحدث عنها الإعلام الروسي للرئيس الموريتاني، يؤكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن التطبيع مع الأسد قرار غير مسؤول. الرئيس الذي تحدث عن التوافق مع مصر في وجهات النظر جدد التأكيد على أن النظام لم يعطي أي إشارة للتوصل لتسوية سياسية، وبالتالي عدم القدرة على إنجاز الانتقال السياسي للسلطة في سوريا. في السياق الحالي لم يبدي النظام السوري مؤشرات على أي التزام حول المحادثات السياسية. احتمال التطبيع أو التقليل من الوضع الراهن هو أمر غير مسؤول. موقفنا هو مواصلة العمل لما تم الاتفاق بشأنه في الأمم المتحدة حول عملية الانتقال الدستورية والسياسية. الموقف المصري من إعادة تأهيل النظام إقليميا لم يكن كغيره وسط ضبابية في رؤية القاهرة. صحفيون قالوا إن تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري السابق يؤشر لرفض مصري لإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية. ربط الحل السياسي الشامل بإعادة العلاقات السياسية يجعل جهود النظام والروس على المحك، خاصة وأن الحل السياسي الذي تطلبه هذه الدول قائم على القرار رقم 2254، يتحدث عن حكومة انتقالية وحل سياسي ولجنة دستورية، أمور يقول سياسيون إن نظام الأسد طالما تهرب منها. فهل وصل قطار إعادة تأهيل النظام إلى محطته الأخيرة؟ نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل. 6 سنوات على مجزرة نهر قويق في حلب. ما بدنا شيء إلا كرامتنا وبس. مهما كانت ظروفنا لسه عنا أمل.
ونحن الجيل الجاي. أهلا بكم مجددا. أمهلت قوات النظام في محافظة درعا المنشقين عنها مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم بعد رفضها تمديد المهلة الزمنية المعطى لهم. ملف المنشقين عن قوات النظام في درعا بدأ النظام الأسدي بتحريكه. مراسل حلب اليوم أفاد بإعطاء النظام مهلة 10 أيام للمنشقين عن جيشه من أبناء درعا لتسليم أنفسهم وإعادتهم إلى قطاعهم العسكرية لاستكمال خدمتهم الإلزامية في صفوف قواته. المراسل في درعا أكد رفض ضباط النظام مقترحا للوفد المفاوض عن مدينة درعا طالب بتمديد المهلة المعطى للمشقين إلى 6 أشهر أخرى، وذلك خلال اجتماع عقد في المدينة. ضباط النظام وبحسب المراسل أنذروا باعتبار كل من لم يسلم نفسه من المشقين حتى تاريخ 8 من شهر شباط فبراير المقبل بأنه فار من الخدمة، وبالتالي لن يشمله العفو. لجنة المفاوضات عن درعا كانت أشارت إلى أن مخابرات النظام عملت على تمديد التأجيل لأكثر من 100,000 من المطلوبين للتجنيد جنوبي سوريا، الأمر الذي لم يتم تنفيذه على أرض الواقع. رفض النظام لمطالب وفد مدينة درعا قبل بإطلاق الرصاص من قبل عشرات المنشقين في شوارع منطقة درعا البلد، وبينما يعبر أهالي مدينة درعا البلد عن رفضهم الالتحاق بصفوف النظام، احتفل الأهالي في مدينة نوى بريف درعا بإرسال 300 شاب من أبنائها من المنشقين والمطلوبين لإجراء تسويات والالتحاق بقوات النظام. انعكس قرار إغلاق الطرق المؤدية من عفرين إلى إدلب سلبا على حياة المدنيين ومصالحهم، بالإضافة إلى تأثير سلبي على الحركة التجارية في المنطقة. لليوم الثاني على التوالي ما تزال الطرق التي تصل منطقة عفرين بريفي حلب وإدلب مغلقة أمام حركة المدنيين والشحن بعد قرار هيئة تحرير الشام بإغلاقها إيابا إلى إدلب والسماح بالذهاب إلى عفرين بذريعة قدوم عناصر من تنظيم الدولة إلى إدلب عبر منطقة غصن الزيتون. بيتك إيجار، كهربتك إيجار، ميتك إيجار، طريقك إيجار، كله إيجار بإيجار، كله دفع بدفع، بعد ننشل يعني؟ ننشل حتى تبدو؟ إحاج وفوق كل هالدساء طريق مسكر، طريق مفتوح، لسه ما صار 10 أيام طريق مفتوح، رجعوا سكروه، ليش نسكروا الخال؟ زلمة قلبه مفتوح، كهنة جاي عملية، يطب في الأرض يموت على حساب مين؟ مين بده ينسال عنهم؟ بدي اروح على الدكتور اخيو، ما بعرف يقطعونا ما بيقطعونا، بدي اروح على المشفى، بدي اروح ابو اخيو، الدنيا بارده ليك الجو شلونه؟ والدنيا بارده يعني. صلي بالصبح هون. اخيو واقفين اخيو، بدي اطلع هذا الدواء وهي مثل ما قالوا كل شيء اخيو، صلي بالصبح واقفين اخيو على الطريق. القرار انعكس سلبا على النشاط التجاري وحركة المدنيين وتعطيل مصالحهم، بيد أن قياديا في فيلق الشام رفض الكشف عن اسمه، أكد لمراسل حلب اليوم بعد اجتماعه مع قيادي في هيئة تحرير الشام أن الطريق سيغلق ل4 أيام فقط دون توضيح التفاصيل والأسباب. أنا بيتي أخيو بالمخيمات هون ساكن، صار لنا من الصبح أخيو بالبرد تحت المطر، وإمتى بدي يفتح الطريق ما بنعرف، مسكرين علينا ورا وقدام، لا نحسن نروح لا نحسن نجي أخيو، ولا أكل ولا شرب ولا عنا حساب، ما نحاسبين حساب منامي يعني هون، وما بنعرف إمتى يفتح الطريق. نتمنى أن يفتحونا الطريق إن شاء الله اليوم ونروح على أهنا.
نحن شوفيريت نقل عمومي وماشيين على الطريق عم نترزق الله. يعني تفاجئنا انه الطريق مسكر هلا، وصرنا نحن من الساعه 6 الصبح يعني لهلا وما عم بيقولوا لنا ليش مسكرينه وشو الاسباب. بنسال اللي جايين بيقولوا انه ما في شيء ومفتوح باللي جاي هيك، بس مسكر هيك ما مسكر. ونحن يعني لا عاملين حساب نومه، لا قاعدين بهالبرد، ولا في حوالينا دكاكين نشتري اكل ولا شيء خالص. انحسار المناطق المحررة في شمال سوريا واتصالها ببعضها، ناهيك عن تعدد القوى العسكرية التي تسيطر عليها، أمر يزيد مشقة المدنيين والأهالي، لا سيما تلك التي تتعلق بمصالحهم ولقمة عيشهم. ومعنا من ريف حلب الشمالي مراسل حلب اليوم بدر كجعك. أهلا بك بدر، بداية يعني ما هي آخر تفاصيل الطريق؟ هل ما زال مغلقا؟ نعم معتز، قامت هيئة تحرير الشام منذ يومين بإغلاق الطريق المؤدي من وإلى ريفي حلب الشمالي والشرقي. طبعا هذا القطع، قطع الطريق، سبب أزمة نوعا ما في المحروقات، لا سيما أن الطريق هو الطريق الرئيسي الواصل بين ريفي حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب. ورجح الأهالي هناك في محافظة إدلب أن هيئة تحرير الشام قامت بإغلاق هذا الطريق قصدا بسبب لكي تنفق المواد التي تحولتها الآن كشركات محروقات أو غيرها. طبعا مئات العائلات عالقة الآن في ريف مدينة عفرين تود النزول إلى مدينة إدلب أو ريف حلب الغربي. طبعا هي تحرير الشام قامت برفع سواتر ترابية على الطرقات المؤدية من ريفي حلب الشمالي والشرقي، إن كان في دار عزة أو في دير بلوم أو باقي المعابر. نعم. التي تؤدي إلى المنطقة. نعم بدر، يعني وسائل إعلام مقربة من هيئة تحرير الشام أوردت أنباء تفيد بأن حركة المدنيين مشروطة بالدخول إلى عفرين دون العودة، وبأن الحركة التجارية هي فعالة ضمن المعبر. معتز، نعم صدر هذا البيان من قبل تحرير الشام، لكن لم يتم تطبيقه على الأرض بشكل رسمي، إنما قاموا بمنع المدنيين بالدرجة الأولى. كما ذكرت أن المدني إذا أراد الدخول إلى مدينة عفرين يستطيع الدخول، لكن العودة لا يستطيع العودة إلى محافظة إدلب أو حلب الغربي. طبعا اللي بعد فتح الطريق لم يتم وضع مدة أو مهلة لإعادة فتح الطريق. طبعا الان الشاحنات تقف امام المعابر بالمئات، المدنيون ايضا جنب المعابر بالمئات، ايضا الجميع ينتظر فتح هذه المعابر لكان التجاره او الحركه المدنيه للعوده الى محافظه إدلب او ريف حلب الغربي. من ريف حلب الشمالي مراسل حلب اليوم بدر كجاك، شكرا جزيلا لك. أصدر المعهد التقني للإعلام في جامعة إدلب قرارا أنهى بموجبه تكليف قتيبة الحسين الأستاذ في المعهد بنظام الساعات من خارج الملاك. يأتي ذلك بعد انتقادات طالته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسئلة امتحانية في مادة التحرير لطلاب السنة الثانية، طلب فيها من الطلاب الحديث عن إنجازات رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ وعمله الحالي، ولاقت الأسئلة استنكارا وسخرية من قبل الناشطين. وشبه الناشطون طرح أسئلة الامتحان بطريقة نظام الأسد. يحيي ناشطون سوريون الذكرى السادسة لمجزرة نهر قويق التي ارتكبتها قوات النظام في مدينة حلب، التي راح ضحيتها 240 شخصا بينهم نساء وأطفال. هذا وأقامت منظمة الرواد للتعاون والتنمية فعالية في الذكرى السادسة لمجزرة نهر قويق بحضور سوريين وأتراك في ولاية غازي عنتاب التركية. هي قضية وطنية، هي قضية ثورية، هي القضية بتحتاج أنه فعلا كلنا نتعاون مع كل إنسان ممكن يوصل هذا الصوت، والحد الأدنى أنه ما ننسى هذه الجريمة، لأنه التاريخ أكيد ما راح ينساها. طبعا الحضور معنا سوريين وأتراك، الحضور رجال ونساء وشباب مثقفين وناس عاديين، الحضور من كل إنسان عنده رؤية أنه فعلا هاي الجريمة لازم نتعاون أنه ما نسكت عليها. ولذلك طبعا بيظل المطالبة هي قانون، ونطالب بالمحاسبة وفق القوانين الدولية. قوانين الأمم المتحدة للأسف ما أوصلتنا لغاية الآن لأخذ حقوق هؤلاء الضحايا. you
هذه المزرعة راح ضحيتها بما يقارب 240 شهيد من مختلف الأعمار، ولكن المسألة أن هؤلاء الشهداء مدنيين كانوا يذهبون إلى مناطق النظام من أجل العمل، ومن أجل يعني منهم من هو موظف ومنهم من هو عامل، فتم تصفيتهم بهذا الشكل. طبعا وجدنا الجثث أثناء توثيقها وفحصها، جثث مكبلة الأيدي والأرجل ومكمومة الأفواه والعيون، وكان سبب الموت هو الطلق الناري في الرأس الذي أدى إلى ضياع المادة الدماغية ومن ثم تهشم الجمجمة. منلاحظ من خلال فحص كافة الجثث أن عملية القتل هي عملية واحدة وممنهجة. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب2daytv.net. شكرا لطيب المشاهدة وإلى اللقاء.